يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. يا رب تستمتعوا وتستفيدوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وكومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا تدعوا الوالدي بالرحمة، الله يرحمه ويغفر له. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا اليوم من قصص جمانة. راح أحط لكم رابط سنابها في صندوق الوصف. يقول صاحب القصة: أنا الولد البكر لأمي وصديقتي، جابتني وعمرها 15 سنة، كانت توها متخرجة من ثالث متوسط، وربي رزقها بعد ببنتين. كنا أجمل عائلة، نسكن عند جدي وجدتي في نفس البيت، أبوي هو ابنهم الوحيد وأمي مثل بنتهم. يوم وصلت 4 سنوات مر علي يوم ما أنساه طيلة حياتي. صحيت على صراخ أمي وجدتي ونحيب جدي، وعرفت رغم صغر سني إنه أبوي مات. كنت متعلق فيه، ما قدرت أبكي على رغم صغري، والكل يحسبني ماني مستوعب. خيم على بيتنا الحزن، طوال الليل أسمع بكاء أمي وأشوف دموعها وأنام على هذا الصوت. لكن بمجرد ما تطلع من الغرفة قدام جدي وجدتي تتصنع القوة والثبات وتصبرهم وتقوم بشغلها كامل. قررت أمي من بعد العدة ترجع للدراسة، والحمد لله خلصت الثانوي ودخلت الجامعة وكانت مثل النحلة. تقوم توديني المدرسة، وقبل تداوم تسوي فطور أخواتي وجداني. نذرت نفسها لخدمة جدي وجدتي، وإنها ما تطلعنا من بيتهم ولا تتركنا وتتركهم وتتزوج رغم جمالها وصغر سنها. أسمعها تقول لخالاتي إذا ناقشوها: والله ما أكمل كسرهم على ولدهم بفراق أحفادهم. كبرنا وترعرعنا في بيت جداني، وحياتنا سعيدة، ما قد نقص علينا شيء. أمي تعينت معلمة في نفس مدرسة أخواتي، وكانت تحتوي مشاكلنا واهتماماتنا. حنونة متميزة، دائما مبتسمة، ما قد شفتها معصبة أو زعلانة. جداني أمي صارت لهم البنت والولد وكل شيء. جبنا سواق بعد ما كبر جدي وضاعف نظره، كنا لهم كل شيء في الدنيا. وصلت ثالث متوسط ومرض جدي، وجلست 7 أشهر ملازمه في المستشفى إلى أن توفاه الله، لدرجة من كثر تعلقه فيني كان يناديني باسم أبوي. صدق اللي قال: من خلف ما مات. قمنا في جدي وبريناه، الله يرحمه ويغفر له ويجعل ما أصابه تمحيص. بعد ما خلصت الثانوي على طول سجلت في العسكرية وتوظفت، وأخواتي صاروا في الثانوي، وأمي طايرة فينا فرحة. بدأت تشوف ثمار تعبها هذه السنوات، وعمرنا بيت جدي 4 شقق كبار، وخذت لي شقة وتزوجت. وكل من شاف أمي في زواجي ما يصدق إنها أمي، صغيرة وشابة وجميلة. كانت علاقة أمي مع زوجتي هي وأخواتي ممتازة، وحياتنا سعيدة بشكل ما تتصورونه. عندنا عادات إن البنات يتزوجون بدري. انخطبت أختي في ثالث ثانوي، وبعد تخرجها تزوجت على طول. في ليلة زواجها أمي ما شاء الله طلعت أجمل من العروس، ولا رجعنا من الزواج إلا وأمي تعبانة. صباح اليوم الثاني رحت لها بعد الفجر وعلى المستشفى مباشرة، قالوا جتها جلطة. كيف وليش؟ وما كان عندها أي مشاكل. أمي تقول: ما أحس إلا بصداع قوي في مؤخرة الرأس واختلال في أطرافي، يعني ما تتوازن مشيتها، بس ما توقعناها جلطة أبدا. وبدأنا في دوامة المستشفيات. طلبت أمي تقاعد مبكر، وانقبل طلبها وتحسنت كثير مع العلاج الطبيعي، لكن ما زال هناك آثار. استمرت أمي مع شيخ راقي، وكانت تتعب كثير مع التلاوة وترجع لها آثار الجلطة، وفقدت من وزنها كثير وساءت نفسيتها. في هذه السنة الصعبة توفت جدتي، وأمي من الحزن انتكست. حياتنا اعتفست في سنة واحدة، وأختي الصغيرة كانت مخطوبة، سوينا زواجها عائلي في البيت وسكنت جنبنا، وكانت كل يوم هي وزوجتي يروحون لأمي. وجبنا لها شغالة، والحمد لله مع الوقت رجعت أمي طبيعية وصارت تقوم بشغلها وتطلع وتروح، لكن نفسيتها ما زالت سيئة ومتغيرة، صارت كتومة انطوائية، ما عاد تخرج مع صديقاتها كثير. حالها كان مضايقني ولا عرفت الأسباب. أنا صرت أب لولدين، وفي يوم جيت وفتحت الباب وكانت أمي نايمة، وأنا طالع إلا أسمع رسائل في جوالها في الصالة، والتفت أشوف الإشعارات مكتوب: ردي اشتقت لك، ومكتوب فوق: السواق. يا الله، حسيت الدنيا تدور فيني، والحمد لله جوالها ما عليه رمز قفل، والأول مرة بحياتي أفتح جوالها وأشوف الرسائل. انكسرت ودمعت عيني. سواق عندنا من جنسية عربية كان سائق لنا من الابتدائي نعرفه، ويوصلنا مشاوير خاصة. رسائله يعرض على أمي الزواج ويقنعها إنها صغيرة وانظلمت وتستاهل تحب وتنحب، وحرفيا ضحك عليها، وكانت تفضفض له إنها وحيدة وحزينة وعطتنا عمرها كله ولا فكرت تتزوج، وتاليها كل راح مع حبيب، وهي تعدي عليها ليالي وحشة وحزن.
كانت موافقة على زواج المسيار بالسر، لكن هو يبغى زواج معلن لأن هذا من صالحه. كرهت أمي في لحظة وتمنيتها تموت، ليتها تزوجت بعد وفاة أبوي وعاشت شبابها ولا تكون سوت كده. حطيت جوالها وطلعت بهدوء. واليوم الثاني الصبح دخلت الجروب وقالت أحد جاني البارح، قلنا كلنا لأ. عفت النوم وعشت في حيرة كيف أتصرف. أمي الحنونة العاقلة الناصحة تروح تدور حنان. أول شيء أقنعت أخواتي وزوجتي كل يوم واحدة تسكن عندها وتنام معاها، ما نخليها لوحدها أبدا. يوم شافتنا كده بدأت تتضايق وكأنها حاسة إني عرفت. طبعا علاقتهم كانت رسائل، على كثر ما يطلبها مكالمة أو مقابلة كانت ترفض، ومتمسكة بفكرة زواج المسيار. الحقيقة طلعها من جو المرض، أمي رجعت تلبس وتكشخ وتحط ميك اب. كانت تو عمرها 50، لكن اللي يشوفها يتوقع في نهاية العشرينات. أنا صرت جاف معاها في التعامل، ولا علمت أخواتي ولا زوجتي، كان الهم يأكل ويشرب معي. وبحكم إني موظف عسكري ورتبتي جندي، كنت أمسك خفارات ليلية، وفي يوم تعرفت على واحد معي في الخفارة تو منقول. المهم سبحان الله، من قوة الضيق بنفجر من الهم، فضفضت له لأني لو طولت كاتم أحس إني راح أموت، وكأن الله أرسله لي هذا من ضيقتي وهونها علي. قال أمك معاها حق، هي بشر ترى، ما هي ملك منزل ما تغلط. أنا ما أبرر لها، وقال لي أمك وحدانية وكتومة وصبرت سنوات وكانت تنتظر حياة ثانية بعد ما كبرت، ما تخيلت إن الفراغ والمرض بيدمرها والوحدة، وكل واحد فيكم بيعيش حياته. الحل إنك تزوجها شخص مناسب بحيث تبعد عن طريقها الشخص اللي قاعد يستغلها ويحاول يستفيد من ورا زواجه منها. وبدأت الفكرة في راسي، بس أفكر كيف أجيب لها عريس. طبعا كل هذا الكم الهائل من الألم والأفكار المتضاربة في صدري بدون ما أصارح أخواتي، وكنت أستعين بالله تنصلح الأمور بدون ما تنفضح أمي وتتشوه سمعتنا وبدون ما تصغر في عيون أخواتي. أبغى أطلعها من هذه المصيبة، وبدأت بجدية أبحث لأمي عن عريس، وكل بين أذان وإقامة وكل وتر أدعي إن الله يسترها ويحفظها. رغم إني ماني ملتزم، لكن موقف أمي خلاني قريب من ربي. أمي مو أي أم، أمي غير قوية ومحترمة ولها سمعتها الطيبة، حرام يصير فيها كده. متألم عشانها، ما توقعت تنجرف. مر شهر وأنا على أعصابي، وفي يوم كنت في القهوة مع أصحابي نتفرج مباراة، إلا واحد منهم يتكلم إنه أخوه شيخ القبيلة تقاعد من عمله وجاء سكن في الديرة، وإنه مهتم بشؤونها أكثر من الشيخ نفسه، ومتفرغ بحكم إنه زوجته متوفية وما عنده إلا 5 عيال وهو تو في الخمسينات. وقع الكلام في قلبي وقلت وصلت هذا اللي ينفع أمي، وقررت أتعرف عليه وصادفته في عزيمة وقربت منه. واضح عليه أنه مستغرب من دخلتي فيه، لكن صرت أعرف وين يروح وأسوي نفسي أني أقابله بالمصادفة. وعزمته كذا مرة لكنه يرفض تماما، بس أهم شيء أنه عرفني وصار وجهي مألوف. لكن للأسف ما عرفت أي طريقة بحيث أخليه يخطب أمي. وفي يوم قلت بصارح زوجتي أني أبيه لأمي وأنه مناسب، وعلمتها وماتت ضحك. قالت انت تتكلم جد، امك عاقلة ولا تحتاج رجال ولا لها فيهم، وتوقع استحالة توافق. قلت مالك دخل، انا احس انه مناسب ودي ازوجها، بس كيف اسوي؟ وعاد الحريم ما يحتاج، اذا بغوا شي يوصلون له. وبطريقتها زوجتي قدرت تساعدني، اختها الكبيرة موظفة في مدرسة ومن معارفها هذه العائلة، ودلتهم على امي، لكنه رفض الزواج ويئست وانكسر خاطري، لكن ما زلت أقابله. ومرة احتاجني وخدمته، والله كنت أبني عليه آمال لأنه جميل المظهر وعاقل ولا باين فيه العمر، وإنسان ذكره طيب. ومرة سألني عن أهلي وأنا استرسلت وحكيته عن أمي، والله ما طول بعدها وجاني خاطب لها، وكأني ملكت الدنيا بين يديني وفرحت كأن أبوي رجع للحياة. كلمت أمي وانهارت وزعلت ورفضت تماما، قالت ما تزوجت وأنا صغيرة، تزوج الآن، وكلام كثير. وآخرتها قالت إذا ودكم تزوجوني أنا أختار الإنسان اللي أبي، وقالت اسمه وأخواتي جلسات. أنا هنا انفجرت وطلعت كبت شهور وما بقيت كلمة في خاطري، وعلمتها إني أدري أخواتي صاروا أصنام من الموقف، وهي انفجعت. ولا إراديا أخذ جوالها وأكسر أوصال وأطلع من عندها وأروح للسواق العاشق وأضربه بهستيرية وأحلف عليه لو باقي شفته في شارع بيتنا إني أقتله. وركبت سيارتي وقفلت جوالي وسافرت مكة وأخذت عمرة ونمت في الحرم. بعد يومين فتحت الجوال وكلها مقاطع صوت منها وهي تبكي ترسلي من جوالات أخواتي وتترجاني أرجع. حزنت وندمت، كيف تدعي على نفسها إنها تموت ولا تفقدني أو أزعل عليها؟ موقف بشع إنك أنت اللي تزعل وأمك اللي تراضيك.
أدري عقيتها وأوجعت قلبها، لكن غصب عني وعلمتهم إني عمره وجاي. ورجعت الديرة واسترضيتها، وفي لحظة جاء في بالي فكرة وكأن الله ألهمني هذه الحيلة. قلت يا أمي، الرجال اللي متقدم لك ما أخذ عليه شيك بدون رصيد في أمور تجارية، وبزواجك منه أنا ما راح أدخل السجن. أنت وافقي وبنسوي ملكه وباخذ الشيك، ولو ما زان لك الآدمي وما حبيتي نرجع له المهر ونطلقك، لأن الشيك باخذه بمجرد موافقتك. ترددت وقالت إيش بيقولون الناس، عيب أتزوج بعد هذه السنين. قلت الناس بيقولون وحدة حلوة وبنت ناس، وصبرت على الدهر وما جاها تتزوج شيخ ولا شيخ، كل يذكره بالخير أفضل من الشيء اللي كنا بنطيح فيه. والحمد لله وافقت وتمت النظرة والملكة، وكان شرط لا تجيبين له طار الشيك، هذا شيء بيني وبين الرجال. وكانت أمي مبسوطة مرة وفرحنا فيها، والكل رقص وبارك القريب والبعيد. وبعد الملكة بشهرين جاني زوج أمي وطلب تحديد موعد الزواج، وجيتها وقلت ها يم الشيك وأخذته، والرجال يبي عرس، لو ما زان لك علميني والمهر موجود أرجع له. انحرجت مرة وقالت عيب والله، الرجال فيه خير وطيب وما ينرد. والله وقتها حسيت الدنيا ما توسعني، وجه أمي أشرق وأنور وابتسامتها شاق الخد، الوحدة شينة أكلت قلبها. وزفيت حبيبتي عروس ولبستها فستان أبيض، وسويت لأمي عرس ما استوى، وراحت شهر عسل برا السعودية، ولا هو شي في رد جميلها طول السنوات، وزوجها يحبها أكثر من نفسه، وأمي قايمة بعياله وتحبهم ومستتها ومعيشها أميرة. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف.